يمكن أن تعرف على طريقة كيفية إيجاد الإعلانات على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق ميسنجر، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقتا، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق ميسنجر. سوف يظهر هنا على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم ميسنجر. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والإشتراك.